السلام عليكم. الفيديو ده تكملة للفيديوهين اللي فاتوا بتوع طريقة عمل السجق في البيت من الصفر، وطريقة عمل العيش الفينو الرفيع بتاع زمان بتاع عربيات الكبدة والسجق اللي احنا مش عارفين نشتريه من حتة دلوقتي. ما كانش ينفع ما اعملش الفيديو ده، سندوتشات الكبدة والسجق اللي تقريبا ما فيش حد ما بيحبهاش، وبالمكونات اللي احنا عملناها في الفيديوهات اللي فاتت والتركات اللي هقول لكم عليها في الفيديو ده، هنوصل ان شاء الله لطعم عربيات الكبدة والسجق بالظبط من غير ما نتنازل ونخاطر بحاجات مضرة كتير قوي كلنا عارفينها. فمن غير إطالة يلا نبدأ الوصفة. هبدأ بالكبدة أول حاجة عشان هي دي الوصفة الوحيدة اللي فاضلة. هعمل الخلطة بتاعتها، والخلطة دي هي السبب الأساسي في الطعم التحفة بتاع الكبدة اللي انتوا بتدوقوه من بره. هنزل بخمس فصوص ثوم مفرومين، معاهم فلفلاية خضراء متقطعة قطع صغيرة، ممكن تحطوا فلفل حامي لو حابين، معاها 3 معالق كبار خل، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة كزبرة، واضربهم كويس في الخلاط لحد ما يبقوا بالشكل ده. هجيب بقى الكبدة، يا اما بتشتروها جاهزة متقطعة صغير يا اما انتوا بتقطعوها في البيت. انا بفضل بصراحة اقطعها بنفسي عشان اقطعها بسمك صغير قوي زي العربيات، وحتى لو جبتوها من بره متقطعة وكانت التقطيعة بتاعتها كبيرة ممكن تقطعوها انتوا تاني قطع اصغر. انا معايا هنا حوالي 125 جرام يعني تمن كيلو. هحط اول حاجة معلقة طحينة، دي اللي بتضيع ريحة الزفارة من الكبدة عشان لو في ناس مش حابة الريحة دي، وهحط معاها معلقتين من الخلطة اللي احنا لسه عاملينها. هقلبهم كويس واسيبهم في التلاجة لمدة ساعة بحيث ان الطحينة تكون ضيعت الزفارة والخلطة اللي احنا حطيناها تكون امتزجت كويس مع الكبدة. هاجي بعد كده في طاسة على النار احط فيها شوية زيت وانزل بالكبدة. ركزوا كويس في الكام نقطة دول، الزيت لازم يكون سخن جدا قبل ما انزل الكبدة، وما ينفعش انزل الكبدة كلها فوق بعض، لازم بوزعها على الطاسة حبة بحبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان كلها تبقى بتستوي في نفس الوقت، لان الكبدة ما بتاخدش دقيقتين ثلاثة على النار. بعد كده الكبدة هتبدأ تشد معاكم وتنشف. في عربيات الكبدة هما بيقوم منزلين الكبدة في حلة مليانة زيت فمبيبقاش عندهم المشكلة دي. بعد دقيقة هنزل بباقي الخلطة اللي احنا كنا عاملينها على الكبدة واقلبها كويس جدا. وبعد كده هنزل بفلفل اخضر او حامي او الاتنين زي ما انتوا حابين عشان ياخد برضو تشويح على النار. بعد دقيقة كمان بقلب الاتنين مع بعض واسيبهم من نص دقيقة لدقيقة بالكتير قوي عشان خاطر يمتزجوا مع بعض، وهنا ممكن تدوق الكبدة عشان لو حابين تزودوا شوية ملح او بهارات. وبس كده، ما خدتش اكتر من 3 دقايق على النار. بعد كده في نفس الطاسة هنزل السجق، وهسيب لكم الرابط بتاعه فوق وفي صندوق الوصف تحت. ده السجق المفروم، هنزله في الطاسة وبالمعلقة هبدأ أكسره زي اللحمة المفرومة بالظبط لحد ما يتفك من بعضه ويبقى معايا بالشكل ده. وبعد كده هنزل الكفتة والسجق الصحيح، وبرضه السجق مش هياخد وقت، من 3 ل 4 دقايق بالكتير وهيكون مستوي معاكم. نيجي بقى للسندوتشات. ده العيش الفينو اللي كنا عاملينه في الفيديو اللي فات، وانا هسيب لكم برضو اللينك بتاعه فوق وفي صندوق الوصف. ودي شوية الخضرة اللي احنا هنحطها مع السندوتشات. بالنسبة للكبدة انا كل اللي هحطه عليها هي سلطة الطحينة، هي مش بتاخد اكتر من كده لاننا اصلا بنبقى مسوينها بالفلفل بتاعها. لكن بالنسبة للسجق انا بحط معايا شرايح طماطم وشوية بقدونس متقطعين، طبعا برضو الطحينة. لون السجق هنا مش محمر قوي زي بتاع العربيات عشان هما بيدوله لون مش اكتر، وده بيخفي لو في مشكله في اللحمه. انا ما حطيتش هنا لاني مش محتاجه، لكن انتوا لو حابين تخلوا لون السجق يبقى بنفس اللون بتاع بره ممكن تزودوا بس سنه لون احمر، او زودوا كميه الفلفل الملون وانتوا بتعملوا السجق، هيديكوا الشكل بالظبط بتاع السجق. وادي شكل السندوتشات اهي كلها. انا عايز اقول لكم انا جعت اصلا وانا بعمل ايديت للفيديو. ده السجق الصحيح، وزي ما قلت لكم فيديو السجق هو طعمه مختلف شويه عن بره عشان احنا مش حاطينه في الممبار بتاعه. ودي الكفتة، وده السجق المفروم، واخر حاجة الكبدة.
ودول طعمهم بالظبط زي بتاع العربية، ومع شوية مخلل وشيبسي وكده الأكلة الملوكي دي اكتملت. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. شكرا جدا ليكم للمتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.